الذي يقرب الله عز وجل هو المشروع. وأصلا البدعة، البدعة هي عمل صالح يقصد به التقرب الله عز وجل لكن لم يشرعه الله. البدعة ليست فاحشة ولا جريمة، لا، البدعة عبادات يتقرب بها المبتدع يظن أنها قربة إلى الله عز وجل، وهي في حقيقتها معصية وزيادة، كما قال شيخ الثمين قال البدعة هي ما شد البدعة والمعصية، قال البدعة معصية وزيادة، البدعة شد من المعصية، لأن المبتدع يظن أنه يشرع أو يأذن لنفسه أن يشرع مع الله عز وجل أو يتابع من شرع مع الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه دقيق، قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإن قال أنا ما أحدثت، هذا مثل الفعل الفلاني منذ قرون، نأتي بالحديث الآخر من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، سواء أحدثته أو أحدثه غيرك. إن أحدثته من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، إن أحدثه غيرك وأنت عملت به من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود. فما الفائدة لو فكر هذا المبتدع، ما الفائدة من العمل إذا كان مردودا؟ ما الفائدة؟ يعني أصدق قبول العمل أن يكون خالصا لله عز وجل وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بحمد الله هذا السني، هذا أول دروس يتعلمه عند مشايخه وأساتذته، لابد الإخلاص لله والمتابع لرسول الله. وإذا قيل لمن لم يخلص قل لمن لم يخلص لا تتعب، لأن هذا لا يخلص يجعل الله عمله هباء منثورا، بل يكون سببا لدخوله النار وباء عليه والعياذ بالله. إذا قيل قديما قل لمن لم يخلص لا تتعب، فنقول حديثا قل لمن لم يتابع لا تتعب. ايش تعب نفسك على ماذا؟ ما هو ما عملك مردود، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. والخطورة في البدعة أنها ملتبسة بين الحق والباطل، يعني ليست كلها باطل، فيها جانب حق، وذكر ربنا جل وعلا يقول ولا تلبسوا الحق بالباطل، يعني البدعة فيها جانب حق وجانب باطل، هي من جزئين، جانب الحق كونها قربة إلى الله عز وجل ومثل الفاحشة ومثل الجريمة، لا، جانب قربة إلى الله، ذكر ولا صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولا آخرة، ها، فيها جانب حسن، وجانب قبيح هو استحداث عمل لم يأذن الله به، فهي ملتبسة بين الحق والباطل، خطيرة البدعة، خطيرة. هذا سر خطورتها، أنها ملتبسة بين الحق والباطل، بخلاف المنكر المعصي، المعصي واضح، حتى الذي يرتكبها وعارف، لو أنكرت عليه يقول إيه والله جزاك خير الله يهدينا، دعونا عارف نفسه أنه واقع في المنكر.